فاحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. وصلت الجنازة إلى القبر، إلى بيت الغربة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الضيق، إلى بيت التراب والدود. فلان صاحب الجاه والوجاهة والسلطان سيلقى في هذه الحفرة على هذا التراب، لن توضع له الفرش الحريرية؟ لا. في هذا المكان الضيق؟ نعم. رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا العمل مع رحمة الحي الذي لا يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اوعى تنسى الحديث ده الآن، هقوله لك تاني وأنت يا أختاه: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان، يرجع الأهل ويقسم المال، لا يأخذ ماله معه، يقسم المال على الورثة، ويبقى له عمله الذي قدمه بيده في هذه الحياة الدنيا. لا يستطيع أحد من أهلك وإن بكى طوال الليل والنهار في الليلة التي مت فيها أو في النهار الذي قبضت فيه، لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة واحدة أبدا أبدا، لا يمكن. والمال يقسم على الورثة بمجرد عودتهم من المقبرة، لن ينفعك إلا ما قدمت يداك في هذه الحياة الدنيا. قيل لحاتم الأصم: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. يا الله، كلمات تكتب بماء العيون، تكتب بماء العيون، تكتب بالنور لا بماء الذهب. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. عملك ما قدمته يداك في دنياك في دنياك، والله لن ينفعك إلا هذا العمل. يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. فاغرس لنفسك الآن، وازرع لنفسك الآن ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحة واحدة، تهليلة واحدة، تكبيرة واحدة، ركعة واحدة في ظلام الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. كنت في زيارة لإخواني في أمريكا، فقالوا لي إن فلانا من إخواننا لا يساهم معنا بأي
مبلغ من المال في مشروعاتنا الخيرية ولا يحضر معنا إلى الصلوات، مع أن الله قد وسع عليه بهذه التجارة بالقرب من هذا المركز الإسلامي، فهل لا ذهبت إليه لتذكره بالله، لتذكره بالموت، لتذكره بالقبر، لتذكره بالآخرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول؟ فذهبت مع بعض إخواني إليه فذكرت الرجل بالله فلم يتذكر، وقرأت عليه القرآن فلم يتأثر، وذكرت الرجل بحديث رسول الله فلم يتحرك قلبه لشيء. ثم قال لي: ما تتعبش نفسك يا شيخ. قلت: جزاك الله خيرا، أرحتني. فلما رأى الحزن والألم ظهر على وجهي كأنه أراد ألا يخرجني خالي الوفاض، فقال: يا شيخ محمد انتظر. قلت: خيرا، أسأل الله أن يشرح صدرك الحق. قال: أنا أود أن أطمئنك، إذا عدت إلى بلدي، إذا عدت إلى بلدي إلى دولته، لأبنين لله مسجدا ولأتفرغن للطاعة وللعبادة، ما تزعلش. قلت: أعطني ورقة وقلمة. قال: ليه؟ ما تخافش، ورقة قلم اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قلت: اود ان نكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، حتى لا يأتيك ملك الموت الا اذا عدت الى بلدك وبنيت المسجد وتبت الى الله وتفرغت للطاعة والعبادة. فضحك وفطن الى ما اريد، فنظر الي وقال: والله يا شيخ انا ما اتيت هنا الا لجمع الدولار. ثم قال بأنه لو شعر بحالة صداع في رأسه يقول لي: أخرج الورقة، ورقة الدولار من فئة المئة. قال: وأضع الورقة على رأسي فيطير الصداع في الحال. قلت: أنت عبد للدولار، أنت عبد للدولار. وصدق النبي المختار إذ يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نعم، هناك من يعبد الدرهم والدينار بالفعل، هناك من يعبد الدولار بالفعل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إلهه الذي يعبده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لن ينفعك إلا ما قدمت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم، ومال ورثته ما أخر. مالك الحقيقي هو ما بذلت بيدك في حياتك وفي دنياك، فلا تبخل على نفسك أنت. أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق الله عليك، أهلك يرجعون. ومالك الذي شغلك عن ذكر الله، وشغلك عن طاعة الله، وشغلك عن الصلاة، وشغلك عن عمل الآخرة، بل وربما يكون فلان قد جمع من الحرام ولم يتق الله سبحانه وتعالى في أكل الحلال وفي أن يطعم أهله وأولاده الحلال الطيب، هذا المال سيسأل عنه: من أين اكتسب؟ وفيما أنفق؟ بين يدي الله تبارك وتعالى، ويترك المال إذا ذهب إلى القبر ليقسم المال على الورثة، ولا يبقى له في قبره إلا عمله. يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. القبر، أغلق القبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقف أهله قليلا وانصرفوا، صرت وحدك يا مسكين. اللهم آنس وحشتنا يا أرحم الراحمين. القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بسند حسن. فقيل له: تذكر بالجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر بكيت؟ فقال عثمان:
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن القبر أول منزل من منازل الآخرة.